يا خرابي، ده انا عينيا الاتنين ليك. تعال اقول لك، اول حاجه احنا لازم نفيدك ونفيد الناس كلها اللي في الفيديو، فبالتالي انا هقول لكم تركيبه تحل لك مشكله التاصف والتساقط. التاصف والتساقط، تركز معايا ورا وقلم واكتب ورايا. اول حاجه هتبدا تستخدمها اللي انت هتجيب لي حاجه اسمها حمام كريم بانويل بالقمح او بالخوخ. ان اول حاجه هنستخدمها. تاني حاجه هتبدا تستخدمها هتجيب لي حاجه اسمها زيت سيرم زيرو فريز، والله العظيم زي ما بقول لك كده. تالت حاجه هتروح الصيدليه تقول له يا دكتور انا عايز حاجه اسمها حبوب بانتوجور. اسمها ايه؟ بانتوجور. ليه حبوب البنتجار؟ عشان البنتجار فيها كل العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي شعرك محتاجها. وصلت لك يا اخويا؟ واحد هيقول لي بس البنتجار دوت بيوقع الشعر. ركز، المينوكسيدين 6% هو اللي بيوقع الشعر. ولو استخدمت المينوكسيدين 6% على اي منطقه ما فيهاش شعر وبالديرمالور، والله العظيم صدقني شعرك كله هيقع. ولو وقفت استخدامه شعرك هيقع، ولو استخدمته وقفت استخدامه شعرك هيقع. فهنجيب ايه من الصيدليه؟ حاجه اسمها حبوب بانتوجار، عشان فيها كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها، عشان فيها كل الفيتامينات اللي الشعر محتاجها. كده انا قلت لك حمام الكريم اللي هتستخدمه، وقلت لك الزيت اللي انت هتستخدمه، وقلت لك الحبوب اللي هتستخدمها يوميا. دي حاجه يوميا، فاهم حاجه؟ دي حاجه يوميا، تمام؟ هتاخد بعضك وتخش المطبخ بتاع والدتك وتجيب معلقه، تمام؟ وتجيب لي طبق صغير او طبصيه يا عم الحاج، وهتروح جاي حاطط فيهم شويه زيت زيتون طبيعي، تتاكد انه جاي من مطروح، عشان مطروح رقم واحد في استخراج الزيت الزيتون الطبيعي، واخد بالك؟ تاني حاجه هتحطها بعد زيت الزيتون حاجه اسمها زيت جوز الهند. الكلام خلصان؟ زيت جوز الهند. تالت حاجه هتستخدمها يا قلب اخوك معانا في التركيبه ديت شويه فيزلين صغننين، واخد بالك انت؟ رابع حاجه وانا ما اقدرش استغنى عنها وهي رقم واحد، حاجه اسمها زيت الروزماري. ده والله يا جدعان سحر في السنتريك. ده السبب اللي طلع لي البيبي هير اللي كان هنا. التركيبه اللي بقولها لك ديت هي اللي طلعت لي البيبي هير اللي انت شايفه ده. المنطقه دي كانت عندي فاضيه مش صبغه، بص شعري كان بدا يسحب، طلعت لي البيبي هير اللي انت شايفه ده. كلام خلصان. قلب 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 قلب. هتستخدمها مرتين في الاسبوع مع الزيوت والكريمات اللي قلت لك تستخدمها في اول الفيديو. كده انت وقفت، لو عندك تقصف اتوقف خالص، لو عندك تساقط استحاله اللي هو يجي. اي حد عنده مشكله يسيب في الكومنتات وانا اطلع احلها له. بحبكم.